طيب عندي خبر مهم جدا عايزين نتكلم فيه، ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها امس برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي على مشروع قانون يطالب بتعديل قانون الاشخاص ذوي الاعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الاعاقة. يتضمن التعديل اضافة مادة جديدة الى قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها كالاتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 200,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له. التنمر، النص شارح نفسه. التنمر هو التنمر ببساطة انك انت تعامل اللي قدامك بصوره غير لائقه، او بالتعبير الشعبي الدارج تتريق عليه يعني، او تستغلي الاعاقه اللي موجوده فيه استغلال سيء. وشفنا ده الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا وبيصوروا فرحانين باللي بيعملوه يعني. دي ببساطه شديده جدا. هنا القانون معمول قانون 10 سنه 2018 كان مدي نص الغرامه، هنا قالوا لا الكلام ده ما بقاش كافي، فهندي عقوبه الحبس مع عقوبة الغرامة، وهنشدد العقوبة لأنك أنت وصلت إلى حد أقصى سنتين بالنسبة للمرحلة الأولى وحد أقصى 3 سنين بالنسبة للمرحلة الثانية، مع تغليظ العقوبة المالية هنا أو هنا، وإنه القاضي مخير بأنه بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة. والحقيقة الجزء الثاني من هذه المسألة هو الجزء اللي احنا معنيين بيه يا رجا، وهو جزء أنه المتنمر من شخص من ذوي الإعاقة خصوصا اللي موجود تحت رعايته او المتولي تربيته او المسلم اليه بموجب حكم قضائي او مسؤول عنه، مساله مهمه جدا، لان كان هناك استغلال سيء جدا لهذه المساله دون الدخول في تفاصيلها. بمعنى انه تشديد العقوبه هنا الى حد كبير جدا هيحد من هذه المساله، وانت عايزه ترفعي من قيمه حقوق الانسان بالنسبه للمواطن العادي، وعايزه ترفعي من هذه القيمه بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه أو ذوي الهمم زي ما بيقولوا. ومعلوم إن في قانون الموظفين أو قانون العاملين في نسبة لذوي الإعاقة أو ذوي الهمم في التعيين في مؤسسات الدولة 5%. فأنت بده إلى حد كبير جدا بتعززي من قيمة حقوق الإنسان، وبتعززي من قيمة قدرة الدولة في التعامل مع هؤلاء الأشخاص اللي هم إخواننا ويعني ومن بلدنا ومن عائلاتنا وفي كل ده، وانك انت عايزه تعززي من هذه القدره، وانا متصور ان هذا القانون الى حد كبير جدا قانون. لا انا كان نفسي في حاجه بقى كمان دكتور مختار عايزه اتكلم فيها، مش بس التنمر، هناك العديد من ذوي الاعاقه بيستغلوا بطريقه مش كويسه، يعني بمعنى بياخدوا يعني المسؤولين عنهم بيدوهم اعمال صعبه عليهم كذوي إعاقة أيا كانت درجة الإعاقة بتاعتها، مش أعمال بس، أو مثلا بتلاقي أنواع من التعذيب أيضا، يعني التنمر يمكن هو الاستغلال السيء. استغلال، أنا مش عايزة ندخل المشاهدين ونتكلم في التفاصيل، لأن في تفاصيل مهينة في هذه المسألة بالزبط. إحنا بنشوفها في الشارع على فكرة، يعني تشوفي استغلال الأهالي لأبنائهم في هذا النطاق بالذات بالزبط. استغلال سيء للغاية، وأنا متصور أن هذا القانون هيحد كتير قوي من هذه المسألة أو من طريقة التعامل في هذا النطاق، وبدرجة أو بأخرى أنت برضو بترفعي من شأن حقوق الإنسان طبعا، مهما كانت صفته ومهما كانت إعاقته ومهما كانت حالته حقيقي. طيب